السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو أن يكون الكل خير وسلام. اليوم راح نكمل الإكزامبل نمبر 2، موضوع الديفليكشن. راح ناخذ الإكزامبل شوية أكثر تعقيد، راح يتكون من عدة قطع اللي هو راح يكون كأنما إكزامبل شبه شامل للموضوع، وراح ننقل أيضا بعض الهوموركات اللي راح تكون عليكم. السوليوشن والأنسر موجود، عفوا الأنسر موجود، السوليوشن راح يكون عليكم. خلي ناخذ الإكزامبل اللي موجود هنا. عندي هذا السمبلي سبورتد بيم اللي تشوفوه هنا، عليه قوة مقدارها 100 كيلو نيوتن للأسفل في الوسط، نعم عليه قوة مقدارها 100 كيلو نيوتن في الوسط. وهنا تلاحظون المومنت اوف انيرشيا مع الجزء الأيمن هنا هو شقد 2i، بينما هنا هو i. هنا 2i مومنت اوف انيرشيا وهنا i. شنو اللي يريده بالسؤال؟ اللي يريده بالسؤال هو for the simply supported beam shown, find the deflection at B and C. هاي النقطة B اللي هي بنص، تقع بنص القطعة AC، وهاي هي النقطة C اللي هي تقع في منتصف الإسبان. إذن هنا شلون راح تكون الحل؟ طبعا احنا أهم شيء لازم نجزئ إلى قطع، أوكي، لازم نجزئ إلى قطع حسب ما قلنا، مثل ما واضح هنا بهاي الملاحظة. يقول divide the structures to members according to the variation in loading, sections, orientation, function required. يعني يقول انت لازم تقسم البيم او الفريم الى عدة قطع حسب التغير فيه. إذا اللودينج متغير لازم شنو توقف لحد هذا اللود. إذا السكشن متغير يعني الآي أيضا لازم، هاي تعتبر قطعة. الأورينتيشن اللي بالفريم، بالفريم إحنا شعبنا بالفريم، بالفريم راح تكون عندي قطعة هنا مثلا، أوكي، وقطعة هنا أخرى. الأورينتيشن يعني الاتجاه، هاي الأورينتيشن مالها هذا، اوكي، بهالاتجاه، وهاي الاورينتيشن هذا. فهنا بهيج حاله اذا تغير الاورينتيشن ايضا لازم شنو ناخذ، هاي القطعه الاولى وهاي هي القطعه الثانيه، اوكي، لازم نقسم الى قطع. وايضا بالنسبه للفانكشن ريكوايرد يعني المطلوب، بالنسبه للمطلوب ايضا يسوي لي شنو، يسوي لي انه احتمال اقسم الى قطع. مثلا هنا عندي هنا هاي القطعه اي سي، القطعة AC اللي موجودة هنا إذا تشوفوها، هاي القطعة AC ما عليها لود، اللودينج ما عليها، السكشن ثابت، الأورينتيشن ثابت باتجاه واحد، لكنه الفانكشن ريكوايرد عندي شنو؟ يريد الديفليكشن بالبي. إذا هاي الفانكشن ريكوايرد راح تخليني أقسم إلى عدة قطع، وبالتالي راح لازم اخذ مره من اي الى بي اللي بيها كل هاي الشغلات ثابته، وبعدين اخذ من بي الى سي، لان هنا راح يجيني لود وراح شنو يتغير السكشن، وبعدين راح اخذ القطعه الاخيره اللي هي سي الى دي. سي الى دي راح تكون عندي هي قطعه واحده، لودينج ثابته واحده، سكشن ثابت، الاورينتيشن ثابت، والفانكشن ريكوايرد هي بالسي ايضا ثابته، ماكو فانكشن ريكوايرد اخرى في القطعه سي. اذا راح انشئ جدول وفق هاي القطع اللي سويتها. قلت راح اسوي القطعه اي بي، وبعدين راح اسوي القطعه بي سي، وبعدين راح اسوي القطعه سي دي. اوكي، هسه بعد راح اشتغل ايضا اكويليبريوم بعد.
بعد راح أجي أقسم عندي. إذا تلاحظون بالنسبة للأم كابتل على مود أستخرج الأم كابتل، لأن مثل ما تعرفون قلنا عندنا مومنتين لازم نستخرجهم، مومنت نتيجة الإكسترنال لودين ومومنت نتيجة اليونت لود اللي نطلع بيه اليونت لود نخليه بالموقع الفانكشن ريكوايرد، يعني وين المجهول. فهنا أنا مقسم راح أخذ المتغير X هو من النقطة A رايح باتجاه B، أوكي؟ من النقطة A إذن الأوريجين راح يكون عندي بالA، أوكي؟ بالنسبة للقطعة BC هنا أنا بادي من الأوريجين من النقطة B، وهنا أنا ماخذها بالنقطة D، هنا الأوريجين ماخذها بالنقطة D، إذن راح يبدأ من النقطة D ويتجه بهذا الاتجاه. بالنسبة للليمت منين راح يكون عندي؟ بالنسبة للأكس هاي راح تتغير منين؟ من صفر إلى اثنين راح تتغير المسافة منا، هاي الأكس منا إلى هنا اللي هي من صفر إلى اثنين هنا. بعدين عندي بالنسبة للقطعة بي سي شبيها قطعة بي سي من صفر إلى اثنين أيضا، لأن أنا ماخذ الأوريجين هنا ما ماخذ الأوريجين هنا، أوكي؟ ماخذ الأوريجين بالبي، إذا الأوريجين هو صفر وبعدين إلى أن يوصل لاثنين. بالنسبة للقطعة سي دي أخذت الأوريجين هنا، فإذا منا إلى هنا راح تتغير الأكس اللي هي من صفر إلى أربعة، أوكي؟ إذا عينت القطع اللي موجودة عندي هاي، عينت الأوريجين وين، وعينت حدود التكامل اللي راح تكون هي مرة من صفر إلى اثنين، الأكس تتغير مرة من صفر إلى اثنين مرة من صفر إلى أربعة. أيضا انتبه إلى الـ EI، الـ EI بالنسبة للقطعة AB هو بالنسبة لـ AB و BC هو EI واحد، لكنه هنا بالنسبة للقطعة CD هو 2 EI، هذا تنتبه إلى أيضا. هسه بقى الجزء الأكبر من الحل اللي هو شلون أستخرج الأم. طبعا على مود تعرف كم أم عندك، كم أم سمول، كم أم سمول لازم عندك أم سمول بعدد المجاهيل. أنا عندي مجهولين، مدام عندي مجهولين إذن لازم عندي أم 1 وأم 2 سمول، يريد ديفلكشن بي والديفلكشن بسي. إذن مجهولين، إذا راح أسلط مرة يونت لود بالبي مرة يونت لود بالسي، وأطلع M1 أو M بالبي سمول وM بالسي سمول. فإذا هذا M1 اللي هو أنا هنا أنا شوف إيش راسم الفري بودي دايجرام مالته، هذا M1 مسلط يونت لود بالبي، أوكي؟ هذا M2 مسلط يونت لود بالسي حتى استخرج شنو الديفلكشن بالسي. اجى طبعا طلع شنو نتيجة هاي اللودينج الموجودة، طلع الرياكشنات، طلع الرياكشنات 100 هنا اذا 50 ب 50، وراها راح يجي يقطع مرة هنا تتوضح، مرة هنا يقطع، مرة هنا يقطع، ومرة هنا وياخذ هاي الجهة اللي من هنا، أوكي؟ ويطلع شنو؟ يطلع الأم كابتل بكل قطع. نفس العملية وين راح يطبقها؟ هنا أيضا، مرة يقطع هنا، مرة يقطع هنا، ومرة يقطع هنا، أوكي؟ ونفس العملية بالنسبة للأم 2 إلى أن شنو؟ راح يسوي فالجدول يرتب بنفسه حتى ما يضيع. فعندي الممبرز أي بي وبي سي وسي دي، وهاي القطوعات اللي موجودة. بالنسبة للأم كابتل اجا قطع هنا طلع على هذا الفري بودي دايجرام، اوكي؟ وهو شو اللي يطلع؟ يريد يطلع الأم كابتل شقد. بعدين اجا للأم 1 بالنسبة للأي بي، راح المن راح هذا الأم 1 بالنسبة للقطعة أي بي اللي هي هاي، اوكي؟ كأنما قطع هنا، واجا طلع ايضا المومنت شقد. وبعدين الام 2 بالنسبه للاي بي ايضا اخذ هاي القطعه اللي موجوده. ف
فراح اشوفها بالحل راح تطلع لك بهالشكل ام كابيتال حسب بالنسبه لاي بي ام كابيتال الرياكشن هو 50 فاذا ماكو بعد قوى هاي المسافه اكس فاذا هذا الام راح يساوي 50 في اكس بالنسبه للام 1 من الرسم الفوق الرياكشن طلعت 3 ارباع فاذا هذا الام 1 3 ارباع الاكس نفس العمليه بالنسبه للام 2 لكن اخذها من الرسم الام وبعدين انتقل الى القطعه الثانيه اللي هي بي سي بي سي اذا راح يقطع شوف هاي شوف الهاي الاثنين من هنا الى هنا اثنين وهاي من نقطه بي الى القطع هي اكس فاذا المومنت راح يساوي لنا 50 في المسافه من هنا الى هنا اللي هي شنو اللي هي 2 زائد اكس هذا مقدار الام كابيتال نفس العمليه بالنسبه للسي دي ايضا اطلع الام كابيتال اطلع الام 1 نفس العمليه الام 2 بكل سكشن اريده وبعدين وين اخليهن هذني هذني القيم اللي طلعتهن مال ام كابيتال 3 قيم لكل ممبر وام 1 3 قيم لكل ثلاث منبرات ثلاث قيمة يعني قيمة لكل منبر هنا أيضا عندنا ثلاث قيم للممبرز الثري اللي موجودة هذني وين راح أنقلهم راح أجي هنا أحطهم بالجدول مثلا الأم كابيتال مال الأي بي هو شقد 50 أكس ويدور بهالاتجاه راح أرجع المن الأم كابيتال للاي بي هو 50 اكس وهكذا بالنسبه للباقيات مثلا الام 2 بالنسبه للسي دي المفروض اكس اوفر 2 خل اشوف الام 2 بالنسبه للسي دي هذا الام 2 بالنسبه للسي دي المفروض ايش قال اكس اوفر 2 هذين راح اخليهم وبعدين اجي هسه اطبق القانون اللي شو يقول اللي يقول الدلتا بنقطة معينة هي عبارة عن التكامل من إلى شنو؟ يعني حدود تكامل اللي موجودة أم كابيتال أم سمول فعلى مدى طلع الدلتا بي يعني الدلتا في بي أوكي لازم أختار الأم كابيتال ويا من ويا واحد من ذني الأم الام 1 انا سلطت اللود وين بالبي الام 1 سلطت شوف بالنسبه للام 1 سلطت اللود بالبي اذا ام 1 اطلع شنو الديفلكشن بي ام 2 اطلع الديفلكشن بالسي راح اجي ايضا هسه اسوي السميشن ايش راح يصير عندي الدلتا بالاي بي عباره عن ام ام 1 هذني الشغل هنا فراح اجي اقول تكامل الام ام 1 هنا هذني وين موجودات الام ام 1 موجودات ايضا هنا عندك ام ام 1 تكامل من صفر اول شيء تكامل من صفر الى 2 هذا في هذا زائد تكامل من صفر إلى 2 هذا في هذا أيضا تكامل بعدين تكامل من صفر إلى 4 هذا في هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار هنا أنا أكو قيمة مقدارها 2 للإيار راح أجي أشيك هاي القيم وأحطها بالتكاملات فراح ينطيني كأنما تكامل 37.5 أكس تربيع اللي هي عبارة عن شنو عبارة عن 50 اكس هذا في هذا ام ام 1 ثلاثة ارباع الخمسين هي 37.5 اكس في اكس اكس تربيع حدود تكامل اجيبها من الجدول من صفر الى 2 وبعدين اجي هنا هذا في هذا هذا راح ينطيني من صفر الى 2 ينطيني هذا الحد وبعدين اجي هذا في هذا كذا راح يطلع 50 على 4 50 على 4 12 اكس تربيع 12 اكس تربيع ليش انا 6 وربع لانه اكو 2 اي اي المفروض ننزلها هنا 12 على
12 ونص على 2 اللي هي 2 اي اي مال القطعه سي دي راح يكون 6 وربع. بنفس الطريقه طبعا راح اجري التكامل، راح اجري التكامل وش اسوي؟ اطلع ناتج التكامل، فراح يطلع لي دلتا اي بي مقدارها 600 اوفر اي اي. بنفس الطريقه اجي علينا على القطعه دلتا سي، دلتا سي هي دائما ام كابيتال، هذا هو الكل يستخدم في ام سمول اللي هو ام 2. اجي ايضا 50 اكس في اكس اوفر 2 يبي يطلع 25 اكس تربيع، 25 اكس تربيع زائدا بعد هذا في هذا زائدا هذا في هذا. وايضا ما انسى الاي اي لانه السي دي قلنا شنو الاي اي مالته هو 2 اي اي، فراح ينطيني ايضا الدلتا وين الدلتا بالسي 800 اوفر اي اي، يعني معناها الدلتا بالسي راح يكون اكثر من الدلتا في البي. اوكي الدلتا بالسي راح يكون اكثر من الدلتا اي هنا، هذا بالميدس بار راح يكون اكثر مما موجود. لك تفكر لي شلون نقدر نستخرج الماكسيمم ديفليكشن، وين راح يكون الماكسيمم ديفليكشن؟ اذا تقدر تفكر لي بي وين راح يكون، هل هو بنقطة سي وشنو الاثبات؟ طبعا ورا ما تفكر ورا ما تحل هذا طبعا السؤال تعيد حله وتفكر بالسؤال اللي سألتك اياه راح تبدي تتدرب. اريدك ايضا تحل لي تتبع لي السؤال اللي موجود هنا ايضا هنا كانما اكو مومنت هنا يريد هنا ديتيرمين ديسبليسمنت اند سلوب ات بوينت سي، ايش قد الديسبليسمنت والسلوب يعني الثيتا ايضا يريدها بالنقطه سي. طبعا حالك السؤال هو حتى تشوف انت شلون حاله هو. وايضا اريدك تنتبه لي الى هاي الهوم وركات الموجوده، طبعا الانسر موجود انا خليته، ايضا اريدك تحلها وتشيك نفسك حتى تتهيأ للموضوع اللي وراه لان يعتمد بشكل كبير على الديفلكشن. شكرا جزيلا، هاي محاضرة اليوم وراح تكون نهاية موضوع الديفلكشن. اي سؤال تقدر تسألني على التليجرام او على جروبنا بالتليجرام العفو او على الجروب في الجوجل كلاس روم، وانا جاهز لكل الاسئلة. تحياتي للجميع وموفقين إن شاء الله.